سائل كريم فاضل يسأل يقول: أذن المغرب وأنا في مطار بلدي، وكان في نفس وقت صعود الطائرة، فكيف أؤدي صلاة المغرب؟ نقول: أيها المباركون، هذا السؤال الأصل فيه أن الله عز وجل يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، حديث ابن مسعود وغيره: أي الإسلام أفضل، أو أي الإيمان أفضل؟ قال: شهادة أن لا إله. قلت: ثم قال: الصلاة على وقتها، كما في الصحيح. فإذا كان وصولك إلى المدينة الأخرى يكون قبل دخول وقت العشاء، فالأفضل لك أن تؤجل الصلاة حتى تصل إلى المدينة التي أنت مسافر إليها، هذا إذا كان السفر قصيرا. لكن إذا كان وصولك إلى البلدة الأخرى سيؤدي بك إلى خروج الوقت، فتصلي في الطائرة أو في السفينة إذا كنت مسافرا بالبحر أو مسافرا بالجو. والقيام هنا مع القدرة واجب وركن في صلاة الفريضة دون النافلة. قال تعالى: وقوموا لله قانتين. واستقبال القبلة أيضا شرط في صحة الصلاة، فلنولينك قبلة ترضاها، فتتجه إلى القبلة وتصلي قائما. حتى يقول الشيخ بن باز في فتاواه: وإن دارت السفينة أو الطائرة فتدور معها لتصل إلى اتجاه القبلة. طيب، إن شق عليك ذلك كله، وكما قلت في سؤالك لا يوجد مصلى في الطائرة، إن شق عليك فما استطعت أن تصلي في الممرات، أو ما استطعت أن تصلي واقفا في مكان الكرسي الذي أنت موجود فيه، فتصلي على حالك مكبرا في اتجاه القبلة ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وللقاعدة الفقهية: المشقة تجلب التيسير. والقاعدة الفقهية: إذا ضاق الأمر اتسع. ومن أهل العلم من يقول: إذا كنت أنت الآن منتقل من بلدك إلى بلد أخرى، حتى وإن دخل وقت الثانية فيجوز لك أن تصليها جمعا للتأخير، يعني المغرب ثلاثا والعشاء تصليه ركعتين إذا كنت مسافر مدة القصر ومسافة القصر اللي هي 80 كيلا فأكثر على البعد المكاني والميقات المكاني، و4 أيام فأقل على الميقات والبعد الزماني. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد للجميع، وصلى الله على نبينا محمد وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.